صباح الخير واهلا فيكم بحلقه جديده من فقره شو اخبارهم. اليوم عندنا العديد من الاخبار الفنيه حول العالم، زائد مقابله كانت جدا مميزه مع الفريق القائم على الفيلم الاردني المرشح للاوسكار ديب، فتابعونا. اول خبر عنا اليوم بيحكي لنا عن الممثله المصريه اللي كتير قريبه على القلب عن طريق ادوارها الكوميديه نشوى مصطفى. نشوى مصطفى صار عليها هجوم كتير كبير على صفحتها على الفيسبوك، هي صفحتها الخاصه، لانه نشرت صوره لبائع متجول وواضح انه من الطلاب الجامعيين، وكتبت تحت الصوره هو ببيع بطاطا، كتبت تحتيها وعلقت انه عفارم عليكم اللي ما استسلموا للبطاله وللفقر. طبعا الناس هاجموها وصار يحكوا انه انتم مشاهير عايشين في عالم اخر وعالم مليء من الترف، فهي اضطرت انها ترد عليهم بطريقه كثير قاسيه وحكت. ونتيجه الرسائل الشتيمه على الانبوكس، عايزه اقول لهم اولا ابويا الله يرحمه كان من الطبقه الكادحه، الطبقه تحت المتوسطه بشوي كثير. ابوي رباني اني اكون راجل، بمعنى اني لما تخرجت وما لقيتش شغل عملت وجبات جاهزه في البيت وباتها في العتبه للبياعين اللي بيشتغلوا في محلات الملابس. هي العتبه بالذات، لانه في اجازات الصيف بتاعه الجامعه كنت بشتغل بياع في المحلات دي علشان يكون معي فلوس زياده عن المصروف اللي باخده من اهلي. هلا بعد هذا الرد اللي ردته الفنانه نشوى مصطفى على كل الناس اللي هاجموها، اضطروا الكثير من المعجبين وبرضه الناس اللي علقوا عليها بطريقه مش حلوه ويحكوا معها بطريقه جدا لطيفه، ويعبروا برضه بكلام وكلمات جدا معبره عن الاسف والاعتذار اللي عمالهم بيقدموا لها. هلا الفقر مش عيب، بس الاستسلام للفقر هو العيب. ما تاخذونيش يا اخواننا، مش مصدقه نفسي، عقلي حيطرقع من الفرح، كلكم هنا كده مرة واحدة؟ طب كنتوا افتكرونا، ده احنا مستنيينكم من 10 سنين. أعلنت الممثلة جادة بينكت، هي زوجة الممثل نجم هوليوود ويل سميث، عن عدم حضورها الأوسكار الجاي واعتذارها أنها تحضر الحفل، وذلك لسبب جدا مهم بالنسبة لها. السبب والتفاصيل بيحكوا انه هاي السنه ما في ولا مرشح ذو بشره سمراء. هلا اول ما عرف زوجها ويل سميث دعم راي زوجته وانتقد سميث هوليوود واكاديميه الاوسكار بعدم اختيار اي ممثل من ذوي البشره السمراء للترشح في هذا العام، حيث قال ان اهم ما كان يميز امريكا هو التنوع وعدم الانحياز لفئه معينه من الناس، الا ان هوليوود لم تعد تفعل هذا مؤخرا. هلا ضاير تقريبا شهر لتوزيع جوائز الاوسكار، من هون لوقتها ممكن ويل سميث وزوجته يغيروا رايهم، بس بالوقت الحالي الاثنين متفقين انه ما بيصير يكون في اي نوع من الانحياز لاي فئه من الناس. I found a disease that no one has ever seen. Repetitive head trauma chokes the brain. The NFL does not want to talk to you. You turned on the lights and gave their biggest boogeyman a name. أما هلا فخلونا ننتقل مع بعض عشان نشوف باسل غندور وناصر قلعجي. باسل هو كاتب سيناريو لفيلم ديب وأيضا منتج، وبرضه ناصر هو منتج للفيلم، فتابعوا هاي المقابلة. والبحر يا ذيب ما كل رجل يعصره، والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه. ناصر قلعجي وباسل غندور، أنا كتير مبسوطة اليوم فيكم فقط شو أخبارهم، وبرحب فيكم طبعا، وبحكيكم ألف مبروك على ترشح فيلم ديب للأوسكارز وإن شاء الله بتاخدوهم. شكرا لك. شكرا على بركتك. نبلش نحكي، الفيلم كتير انترستينج، أحداثه مميزة وفيه عبرة، وخاصة كمان إنه باللهجة البدوية. هلأ باسل أنت كاتب سيناريو للفيلم ومنتج برضه، وكمان ناصر أنت منتج، فحابة تحكي لنا هيك أحداث الفيلم عن إيش بالضبط، وكمان حابة تحكي لنا التاريخ أنت نقيته للفيلم اللي هو 1916، فيه أحداث متنوعة، وليه نقيته كمان اسم ديب؟ عشان اسم جدا مميز. تمام، أحداث الفيلم بتصير بال 1916 زي ما تفضلتي، اللي هي أول أيام الثورة العربية الكبرى، والقصة هي قصة ديب، طفل بدوي ورحلته من الطفولة إلى الرجولة عن طريق المغامرة اللي بيطلع عليها عبر الصحراء، والتحديات والصعوبات اللي بواجهها في المغامرة هاي. نقينا الاسم لأكثر من سبب. أول إشي الذيب برمز للرجولة، للشجاعة، للشخص اللي بيقدر يعتمد على حاله، وهذا كتير بيهملنا لأنه الشخصية، شخصية ذيب عم بتمر بمرحلة يعني عم بيصير زلمة، فهاي الشغلات ترمز للتغير اللي عم بيصير فيه. طيب حلو، إذا بنحكي أكثر كمان، هلأ صار في التصوير بأكثر من منطقة بالأردن،
فعناصر اشي مناطق هي معظمها كانت في وادي رمل وبرضو صورنا مشاهد في وادي عربة وفي مشهد برضو صورنا في ضبعة على طريق المطار أو بعد المطار يعني أوكي أدي تقريبا كانت المدة اللي تصور فيها الفيلم لأنه أخذ جهد كثير كبير خاصة لأنه عم نحكي تقريبا عن صحراء نحن هي كتصوير فعلي تقريبا أخذ 45 يوم معظمهم في وادي رم أسبوع تقريبا في وادي عربة ويومين في ضبعة أوكي طب والجو أثر عليكم حسيت في تحديات للجو نفسه يعني احنا استقصدنا انه نصور باوليه الشتويه يعني تقريبا بلشنا اظن ب 4 او 5 10 لانه الصحراء يعني طبيعتها كثير صعبه من غبره ومن هذا ومع رغم هذا يعني برضه صار معنا مغامرات صار معنا عاصفه رمليه يوم ويوم اجانا فيضانات والى اخره عاصفه رمليه وفيضانات بس يعني احسن فتره هي للتصوير لانه بتعرف معك معدات وكمان الطاقم اللي معك بده يرتاح والى اخره فصعب تصور كثير لانه بالشتاء برد كثير وبالصيف شوب كثير وعشان هيك اخترنا هاي الفتره يعني بس حلو بالموضوع انه بعد كل هذا الجهد يعني طلع شيء نقدر نحكي نحن جدا فخورين فيه كثير شوي طبعا نحكي شوي عن ديب ديب شخصيته الاساسيه اللي هي جاسر بالاصل الطفل اسمه جاسر فكيف تم اختيار جاسر؟ especially إنه يعني إذا شخصية الطفل بالأساس إشي وبالتمثيل إشي بصفي شوي صعب فإيش دورته خصال بشخصيته؟ إحنا جاسر يعني بصراحة هو كان أسهل واحد ننقيه يعني لحسن الحظ إحنا كنا عم نتعامل مع عيد الصويلحيين في وادي رم وكنا بدنا نصور لقطة سريعة عشان نورجي الناس اللي ممكن يدعمونا بالفيلم إيش اللي عم نحاول نعمله فقلنا له بدنا طفل بهذا العمر وكذا فجاب لنا ابنه جاسر وإحنا عم نصور لاحظنا إنه فيه شغلة فيه إشي يعني صعب إنك تفسريه بس قدام الكاميرا على طبيعته ضله هو على طبيعته طفل شقي يعني الطفل بحب يشاغب شوي اللي هي كتير من الشغلات موجودة بالشخصية ذيب بالفيلم فهذا الشيء يعني سهل لنا عملية إنه نختار جاسر كذيب. أوكي. هلأ برضو ناصر حسين اللي هو شخصيته بتكون أخوه لذيب بيأثر كتير عليه بالفيلم. فبدي تحكي لي أكتر بالأساس كنا عم نحكي قبل ما نبلش إنه في علاقة مميزة بقبل الفيلم وبالفيلم بين حسين وبين جاسر. إيش هي؟ هم فعلياً يعني في أولاد عم. وفي فرق كبير في العمر بيناتهم وحسيت يعني وراء الكواليس ولما صرنا نسافر نروح مهرجانات والآخرية بتشوف كيف ذيب فعليا أو جاسر فعليا بتطلع على حسين كأخ كبير وكقدوة وحسين دائما يعني لو حتى لو كنا نمشي بشوارع أبو ظبي أو في لندن أو في فينيسيا دائما عينه على جاسر دائما خايف عليه ودائما إنه بده يدير باله عليه وهاي فعليا يعني كانت يعني حاولنا احنا ننقل هاي العلاقه الحقيقيه الموجوده في الحياه للشاشه واتوقع يعني نجحنا فيها لانه كثير ناس بتعلق على هاي الشغله لما بتحضر فيلم انه فعلا علاقه مميزه بين اثنين ولحسن الحظ انه قدرنا ننقل هذه العلاقه من الحياه للشاشه حلو طب بما اننا عم نحكي عن بيهايند ذا سينز او خلف الكواليس كمان انت صورت تصوير فوتوغرافي كثير حلو وعمالك بتعمل دوكيومنتري اوكي نعم. صغير على هذا الموضوع كمان نعم إيش اللي يميز التصوير خلف الكواليس لهذا الفيلم؟ يعني في أتوقع عدة نقاط أول إشي طبيعة المكان يعني واحد يقدر يقعد في منطقة زي هيك على فترة كتير طويلة مش كتير بصحي له كصانع لدوكيومنتري يعني الشغلة الثانية العلاقة الموجودة كانت بين كل طاقم الفريق لأنه فعليا صراحة يعني من المخرج للسايق كان كل واحد كثير مهم بالفيلم وفيه كان علاقة حب واحترام متبادل وصداقة يعني استمرت لليوم بين الكرو اللي اجى من عمان يعني وأهل المنطقة نفسهم وثالثا يعني هسه بدك تطلع انت انه هذا الفيلم يعني صنع تاريخ خصوصا بالنسبه لصناعه الافلام الاردنيه او العربيه 19 جائزه مترشح بافتا مترشح اوسكار فهذا بيعطيه اهميه كثير مهم كثير مختلفه للفيلم الوثائقي لسه مش عارفين كيف بدنا نطلعه يعني بس القصه كمان انت يعني
كنت بتصور في وادي رم بالشاكرية إلى آخره، وبعدين بلش يطلع مهرجانات والشباب بلشت تسافر. رحنا على فينس فوزنا بجائزة هناك. بعدين هلأ يعني مترشحين، فالقصة لحالها أخذت مجرى حياة ثانية مختلفة تمام. حلو. طب هلأ الترشح للأوسكار، بدي أحكي أعرف بالضبط اللحظة اللي أنتوا عرفتوا فيها، احنا شفناها فيديو، بس بدي أعرف منكم الشعور كيف كان. يعني بصراحة زي ما أنت قلتي ما كان يعني مش متوقع أبدا. زي ما حكى ناصر احنا كنا في وادي رم لفترة سنة بجوز، يعني منها عم نطور النص مع أهل المنطقة اللي احنا بنعتبرهم من كتاب النص، ورشات التمثيل اللي منهم طلعنا النجوم هذول وصفوا ممثلين الفيلم. فما توقعنا بهذيك اللحظات، إذا بتتخيل يعني إذا بتحبي تتخيلي معانا الواحد عم بصور بالصحراء مشاهد هيك بالصعوبات هيك، ما يعني ولا حتى فكرنا إنه نوصل مثلاً مهرجان مثل مهرجان فينيسيا، يعني فكيف إنه الأوسكارز والبافتا. فالحمد لله توفقنا يعني بجهد من الفريق والممثلين وأهل المنطقة أهل وادي رم، يعني وصلنا هاي المراحل. هلأ باسل اللي ميز فيلم ديب إنه باللهجة البدوية، طبعاً هم بالعادة قليل ما بيكون عندنا لهجات بدوية، بس مثلاً بالمسلسلات أو بالأفلام أو مسلسلات الخليجية، فأنتوا قررتوا إنه الفيلم يكون باللهجة كله البدوية، فليه اخترتوا هذا الخيار؟ ولو إنه مثلاً اخترنا الفصحى شو كان بغير؟ بالنسبة لنا أهم إشي كان إنه الفيلم يكون واقعي 100%، فمهم الممثلين يكونوا من أهل المنطقة، مهم اللهجة تكون لهجتهم يحكوا الحكي من عندهم. فإحنا بنعتبر أهل المنطقة وأهل وادي رم يعني هم من مؤلفي القصة، إحنا قعدنا معاهم عشان يطوروا القصة معانا، ومش بس هيك عشان يطوروا الـ 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 الحوار معانا، فالحوار كله بده يكون بلهجتهم وبطريقتهم. فزي ما قلت لك أهم إشي كان الواقعية بالفيلم، وبدناش إشي يكون يبين إنه مستنسخ أو يبين إنه مش من المنطقة. أوكي. طب هلا كمان إذا بنقدر هيك، حكيت لي قبل شوي ناصر إنه صار في أشياء شوي غريبة بالتصوير، إشي عواصف رملية إشي كذا، إذا بتقدر تتذكر إشي مميز كتير كان مثلا صورة فوتوغرافية أو حادثة صارت بالتصوير، إيش تتذكر؟ هو الفيلم كان فيلم فاهم علي يعني. ما هي أول يوم لأنه كان يعني كان في قعدنا فترة كثير طويلة نجهز حالنا وندرب الممثلين وإلى آخره، وأول يوم تصوير خلاص صار الموضوع حقيقي، عرفت علي؟ قبل كان تدريب وتحضير وإلى آخره، وكان يوم صعب جدا، عرفت علي؟ لأنه لسه الفريق عم بيحاول يعرف يتعامل كيف مع بعض، وممثلين أول مرة بيكون في 50 واحد إنه حواليهم لما بيصير في تمثيل أو تصوير، والحيوانات مثلاً الجمال بيكون أنت بتصور في مشهد مرة واحدة الجمل يصير يطلع صوت أو ما يقبل يمشي أو يشرد. في عنا مشهد لما جاسر بركب على الحمار يوميتها فعليا كان حمار مش قابل خلص بدون شيء يتحرك وجرب كذا. فهي هيك إنه كان أول يوم إنه خلص الموضوع صار جدي، وموضوع صار إنه أوكي في تعقيدات وفي صعوبات ما كنا كثير حاطينها ببالنا يعني، فعليا فهذه أظن كان فعلا يوم مميز يعني. طب ناصر كمان عم بتحاول توصل مسج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالأحرى صفحاتكم على الفيسبوك، يكون في دعم معين للمنطقة اللي أنتوا صورتوا فيها، فبتقدر تحكي عنه أكثر؟ يعني زي ما تفضل باسل قبل شوي، كثير من التغطية الإعلامية على دور شباب أهل المنطقة كان على دور التمثيل، لكن فعليا هم كثير ساهموا في الفيلم أكثر من هيك، من ناحية لوجستية، من ناحية مص، من ناحية عادات تقاليد إرث لهجة أفكار. يعني كنا الشباب يقعدوا معهم يسولفوا بالليل ويقولوهم قصص صارت مع أجدادهم خصوصا بهذيك الفترة اللي هي الثورة العربية والآخر، فكتير أخذنا منها يعني حطيناها في الفيلم. فاليوم الحمد لله يعني الدعم من كثير ناس وجهات سواء رسمية أو شركات أو أفراد حتى ممتاز جدا، ويعني احنا نشكر الجميع على هذا الدعم. لكن يعني تقديرا لأهل المنطقة عشان الناس كمان تقدر الفيلم بطريقة مختلفة، يعني عم نقترح عليهم انه مثلا بدك تعمل عرض لذيب في عمان، تمام يعني ما راح نقصر مع حدا، لكن انه نتمنى الناس كمان تصير مثلا
تنزل نصير نعمل العروض لذيب في المنطقة نفسها. الشباب كلها أصلاً تشتغل في السياحة، فراح تقدر يعني الناس إذا بدها تنزل على وادي رم تنزل عن طريقهم، راح يأخذوهم مثلاً مناطق معظم السياح ومعظم الزوار ما راح تروح عليها، وهي فعلياً أحلى وأجمل مناطق في وادي رم يعني. فهي كانت الفكرة اللي عم نحاول يعني نتواصل فيها عن طريق السوشيال ميديا وغيره، إنه خلنا نعمل إشي مختلف عن الدعم اللي المعتاد يعني. شوية صح. سياحة محلية يعني، وادي رم منطقة بتجنن حرام يعني، في كتير ناس أهل عمان تسأليهم إذا كانوا عبوا وادي رم ما بشافوها، فمنحب إنه ينزلوا. حلو صراحة يعني الرسالة اللي عم توصلوها كمان مهمة جدا يعني، في ناس صح انت عم تحكوا، حتى الناس اللي هون مش بس سياحة، في ناس معنا من الأردن بكونوا نازلين على وادي رم بتقول مثلا نزلت على هاي المنطقة بقول لك أنا ما بعرفها بالمرة، فهي رسالة لأهل الأردن وبرضه للسياح اللي عم يزوروا من برا. طبعا نحكي عن عروض الفيلم، بدي أعرف المواعيد، وحابب كل حدا عماله بحضر يعرف إمتى راح يرجع ينعرض فيلم ديب. مهم إلنا كثير إنه يكون في دعم للسينما المستقلة العربية ولفيلمنا، فأي حد بيقدر إنه يحضر الفيلم في السينما بنتمنى إنه يحضره في السينما. الفيلم إن شاء الله إنه ينزل في نصف اثنين أو في آخر شهر اثنين في عمان وفي إربد إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. طب هلا نحكي إن شاء الله بناخد الأوسكارز. إذا أخذنا الأوسكارز إيش تتوقع ممكن يكون هيك نوع اللي تعرف واحد بطلع بعطي خطاب صغير بعطي سبيتش صغير؟ طبعاً بنعطي أكيد تحية للمخرج اللي هو ناجي أبو نوار، وإن شاء الله بنشوف كمان يعني أفلام لسه أكبر وأكبر، بس حابة هيك أعرف شوي رح تقدروا تحكوا خطاب صغير ولا المشاعر كلها رح تتلم مرة واحدة؟ أتوقع إحنا حاولنا كفريق نحط المسؤولية على ناجي يعني المخرج هو وصلنا لهون، فهو أظن راح يكون مسؤوليته يعني يلقي الخطاب إذا فزنا طبعاً سواء بالباس أو بال وجاسر البطل بالنية يمسك التمثال ويرفعه. طبعاً أحلى إشي إنه عماره بيكون على كل مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً، وكل الجهات اللي هنأتكم طبعاً كجلالة الملك نور وكمان جلالة الملكة رانيا وسمو الأميرة دينا مرعد، كلهم حطوا لكم هيك أشياء كتير بوزيتيف ولكل الفريق. بس الحلو إنه عندنا التمثال وعماله بنحط عليه شماغ، فشيء جداً جداً مميز. إن شاء الله ما بتكون نهاية الأفلام الأردنية اللي بتفوت على أوسكار، إن شاء الله بتكون بداية وبتستمر. أنا كتير مبسوطة كنت معي اليوم، وبتمنى إنه تاخذوا الأوسكار كمان مرة، وأي أخبار لإلكم إحنا بنكون أول ناس عند رؤية بنعرفها وبنبتها إن شاء الله. شكراً لكم. Thank you كتير لكم. هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من فقرة شو أخبارهم، إن شاء الله بتكون عجبتكم. تابعوا الأسبوع الجاي بأخبار ومقابلات جديدة. باي.